وهني متابعيني ايضا شركه مشكاتي عندها بلوتوث، يا ليت تحدثنا عن البلوتوث هذا. ياك الله اخوي، بالنسبه لاجهزه البلوتوث هذه سمارت، تقدر تتحكم عن طريق اي جهاز في بيتك يدعم البلوتوث، تقدر تربطه عن طريق الجوال تطبيق هنا وتتحكم فيه، يحول لك اي جهاز بلوتوث الى سمارت. ممتاز. الجهازين اللي فوق. حلو. وننتقل للانتركم. الانتركم مثل ما تشوف على يمينك هذه الشاشات الداخلية، متوفر عندنا مقاسين 10 انش و7 انش، في عندنا شاشة عادية وفي عندنا شاشة فول سمارت تتحكم عن طريق الجوال. ما شاء الله. عن طريق الجوال. عن طريق الجوال تسكر البيت، تسكر البيت، لما يدخل احد بيرن جرس عليك يجيك شعار عن طريق الشاشة وعن طريق الجوال. وهذه الأجرس مثل ما تشوف خارجية، متوفر عندنا جرس عن طريق بطاقة وميدالية يفتح الباب. أيوة. وجرس تابع الدورين، وجرس زاوية 180 كاميرا مخفية. ما شاء الله بارك الله فيك، شغل جودة. وفي خصومات حق المتابعين أكيد والناس كلها المتابعيني هناك، لو تشوفون التقاطع اللي هناك عند أبيات، تاخذ يمين بعدين على إيدك اليسار شركة مشكاتي، هذه محل مشكاتي، والدش داخل، الدش داخل، تعال ويانا.